السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله ناخد مع بعض النهاردة من كتاب جيم للعام الدراسي الجديد 2024، تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الثانية. الوحدة الثانية بتاعتنا بعنوان How are you feeling؟ كيف تشعر؟ نحل مع بعض صفحة 77 و79 وصفحة 80، وأول سؤال خاص بتشوز خاص بالاختيارات، والسؤال رقم 1 سلمى speaks English. سلمى speaks يعني تتحدث، سلمى تتحدث اللغة الإنجليزية، clear يعني واضح، bad يعني سيء، good يعني جيد، well يعني بطريقة جيدة. أنا عندي كلهم إيه؟ كلهم صفات ما عدا will هي اللي ظرف. عندي هنا بوصف إيه؟ بوصف الفعل. مين اللي بيوصف لي الفعل؟ الظرف أو الحال. يبقى سلمى speaks English well، سلمى تتحدث اللغة الإنجليزية بطريقة جيدة. رقم 2 the teacher treats، the teacher المدرس، treats يعني يعامل، المدرس يعامل his pupils اللي هم التلاميذ بتوعه they love him هما بيحبوه. يبقى بيعامل التلاميذ ايه؟ kind يعني شخص طيب او عطوف او نوع، kindly يعني بطيبة او بعطف، kindness اللي هي الطيبة ده الاسم نفسه، ولا unkindly يعني بايه؟ بغير لطف، بغير لطف. يبقى بيعامل الطلاب بتوعه ازاي او التلاميذ بتوعه ازاي؟ هما بيحبوه، طالما بيحبوه يبقى بيعاملهم kindly ولا unkindly؟ طبعا بيعاملهم ايه؟ kindly يعني ايه؟ بلطف او ايه؟ او بعطف. رقم 3 it is important not to drive، مهم جدا ان انت ما تسوقش ايه؟ when it is raining لما الدنيا بتكون بتمطر. important يعني مهم، مهم ان انت ما تسوقش ايه؟ carefully يعني بحرص، ولا carelessly يعني باهمال، مهم ان انت ما تسوقش باهمال، ولا careless اللي هو ايه؟ اللي هو الشخص المهمل، ولا careful يعني حذر او حريص. طبعا مهم ان انت ايه؟ لا تقود، بوصف هنا درايف يعني الفعل يقود، يعني مهم ان انت لا تقود carelessly باهمال. رقم 4 they are sitting، هم قاعدين نقط on the bed على السرير، watching a play بيشاهدوا a play اللي هي الايه؟ المسرحية. هم قاعدين على السرير بيشاهدوا المسرحية. happiness اللي هي السعادة، happy يعني سعيد، happily يعني بسعادة، ولا happier بمعنى أسعد، دي للمقارنة. هم قاعدين على السرير، بوصف sitting بوصف يجلس، تمام، يجلسوا بإيه؟ بسعادة يعني happily. الظرف بيوصف الإيه؟ الفعل. بعد كده السؤال رقم 5 the boys الأولاد are waiting، waiting يعني ينتظروا، بينتظروا for the match، بينتظروا الايه؟ الماتش اللي هي الايه؟ المباراة. بينتظروا بايه المباراة؟ excited يعني متحمس، excitedly، excitedly يعني ايه؟ يعني بحماس، ولا excite يعني يثير او يدهش، ولا exciting يعني مثير. يبقى هنا الأولاد بينتظروا المباراة أو بينتظروا بحماس المباراة، يبقى excitedly يعني بحماس، لأن بوصف waiting يعني ينتظر. رقم 6 بيقول هنا it's at the end of the day، دي هي نهاية اليوم، and the guests، guests اللي هم الايه؟ الضيوف، are not leaving، leaving يعني بيغادروا، بيغادروا بإيه؟ تمام، slowest يعني الأبطأ، ولا slow يعني بطيء هنا الصفة، ولا slower بمعنى أبطأ دي للمقارنة، ولا slowly يعني ببطء، بيغادروا إيه؟ ببطء. يبقى هنا are slowly leaving، leaving يعني بيغادروا إيه؟ slowly ببطء. رقم 7 she is clever، هي بتكون إيه؟ clever يعني شخص ماهر أو ماهرة. she studies هي تدرس أو تذاكر إيه؟ hard يعني بجد. طبعا hard ماشي معايا صفة وماشي معايا كمان ظرف أو حال ما بتتغيرش، good جيد، bad سيء، hardly مش يعني مش بجد، لأ معناها بالكاد أو بصعوبة، يعني هي مش ظرف أو إيه؟ مش ظرف معايا.
ان فيها ال واي ان هي ظرف، لا. لكن الظرف اللي عندي اللي هي هارد ستادز، هارد تذاكر او تدرس بجد. رقم 8 ماي بيرنتس ار، بيرنتس اللي هم الوالدين، والدي بيكونوا ايه؟ باينج سام ساندويتشز، شراء بعض السندوتشات فور اس لنا تو ايت اون ذا بلين، عشان نتناولها على الايه؟ على الطائره. كويك يعني سريع، هنا صفه، كويكلي بسرعه، هنا ظرف، كويكر بمعنى اسرع دي للمقارنه، كويكس بمعنى الاسرع ديت للايه؟ للسوبرليتيف، لحاله التفضيل. طيب يبقى انا عايز اقول الوالدين بيكونوا ايه؟ بسرعه، باينج بيشتروا بسرعه، يبقى كويكلي باينج سام ساندويتشز، بسرعه بيشتروا بعض الايه؟ السندوتشات عشان نتناولها على الايه؟ بلين الطائره. جايب لي هنا السؤال رقم 9 بيقول اذا تيتشر لوك ات مي، المدرس نظر لي، نقط بيكوز لان اي فورجوت، انا فورجوت يعني ناسيه، لان انا نسيت ماي بوك، نسيت الكتاب بتاعي. المدرس بص لي بايه؟ عايز اقول بغضب، انجرست اللي هو الايه عندي هنا لل الاكثر غضبا، يعني هنا في حاله التفضيل، انجر انجر يعني هنا في حاله ايه؟ المقارنه، ولا اكثر غضبا يعني، ولا انجري يعني بغضب، بص لي هنا بغضب، ولا انجري الشخص نفسه الصفه نفسها اللي هي ايه؟ غاضب او غضبان. المدرس بص لي ايه؟ بغضب، بوصف النظره بتاعته، يبقى انجري يعني بغضب. رقم 9 اي دو، نقط انا بعمل ايه؟ اد ذا سكول، في المدرسه، ان اي انجوي ماي ويكندز، وبستمتع بعطلات نهاية الأسبوع الخاصة بيا with my family مع عيلتي. يبقى I do إيه؟ أنا عايز I do good يعني جيد، ولا I do better يعني أأدي جيدا، الأفضل best، هنا الأفضل will يعني بطريقة إيه؟ بطريقة جيدة، يبقى اسمها إيه؟ I do إيه؟ I do will يعني أؤدي بطريقة جيدة، يعني بأعمل اللي عليا في الدراسة. رقم 10 the children، الأطفال are singing، بيغنوا، loud يعني صوت عالي، in the playground، في الملعب. يبقى الأطفال are singing، الأطفال بيغنوا بصوت عالي، يبقى ده عندي هنا آدي الصفة بتاعتي وبضيف لها ال y عشان تبقى loudly بصوت عالي. رقم 2 my sister speaks very، عندي هنا الأخت بتتحدث very إيه؟ quiet يعني هادئ، أنا عايز أقول بهدوء جدا، يعني عندي هنا كلمات quiet، أدي الصفة بتاعتي quiet وبضيف لها ال L y بتبقى بهدوء. رقم 3 that bird is flying، هذا الطائر بيطير very إيه؟ عايز أقول سريع جدا، هنا faster بمعنى الأسرع، أنا عايز أقول بسرعة جدا، فصل من الصفات اللي هي بمعنى سريع وبمعنى بسرعة، يبقى هنا ظرف أو حال برضو بكتبها هنا إيه؟ اللي هي fast يعني بمعنى بسرعة. رقم 3 you speak English، انت بتتكلم انجليزي، good جيد ولا بطريقة جيدة؟ انا بوصف speak يتحدث، يتحدث will بطريقة ايه؟ بطريقة جيدة will. رقم 5 don't run، لا تجري، quick يعني سريع، in the street، في الشارع، عايز اقول لا تجري بسرعة في الشارع، عندي هنا كلمة quick اللي هي ايه؟ سريع، وبحط لها ال L Y عشان تبقى كويكلي بسرعة. رقم 6 everyone يعني مين؟ يعني الجميع، should يجب، work يعمل، hardly hardly يعمل بصعوبة أو بالكاد، ولا يعمل بجد، بجد يعني ايه؟ hard هي صفة وهي ظرف برضو في نفس الايه؟ في نفس الوقت. everyone should work hard، الجميع لازم أن يجتهد. بعد كده جيب لي هنا صفحة 79 بيقول لي هنا الفقرة بتاعتنا teenagers المراهقين need many things، بيحتاجوا أشياء عديدة تفيد هب عشان يشعروا بالسعادة، they should get lots of rest، لازم يحصلوا على قدر كبير من الايه؟ الراحة، they often don't sleep enough، غالبا ما بيناموش بشكل كافي، but this is a time in your life when you need a lot of sleep، لكن ده الوقت في حياتك اللي محتاج تنام فيه أكتر. young people اللي هم الشباب who sleep 8 to 10 hours a night، الشباب اللي هم بيناموا من 8 ل 10 ساعات في الليل are much happier، بيكونوا اكثر سعاده. teenagers المراهقين should be friendly، لازم يكونوا ودودين، it's good at be alone sometimes، وجيد جدا ان هم يكونوا ايه؟ لوحدهم احيانا، او sometimes بعض الايه؟ الوقت، او احيانا، but people need each other، لكن الناس محتاجين لبعضهم، spend time with your family،
and also try to make new friends. هنا اقضي وقت مع عائلتك وحاول او جرب ان انت make new friends، تكون صداقات جديدة، because لان this makes teenagers happy، ده بيجعل الايه المراهقين سعداء. teenagers المراهقين need to go outside، محتاجين ان هم يخرجوا. people need nature، الناس محتاجة ليه الايه، محتاجين ليه nature اللي هي الطبيعة، to be happy عشان يكونوا سعداء. go to the desert، اذهب للصحراء or the river او للنهر. if you live in the city، لو انت عايش في مدينة، go to the park، روح للحديقة العامة. they should help other people، يجب ان هم يساعدوا الناس الاخرين. when you do something kind، لما تعمل حاجة طيبة for someone، لشخص تاني، else اخر يعني، this makes you feel happy، ده يجعلك تشعر بالسعادة too ايضا. try it، جربها. you feel really good، تشعر بتحسن. teenagers المراهقين should be grateful، لازم هم يكونوا شكورين. one of the best ways to be happy، واحد من افضل الطرق اللي هي تخليك سعيد، is to remember ان انت تتذكر the good things، الاشياء الجيدة in your life، في حياتك، and feel pleased، وتشعر ان انت مسرور about them، يعني تجاهها او مسرور منها. جايب هنا اول سؤال، what's the main idea of this text، ايه هي بقى الفكرة الرئيسية للايه للنص. النص ده اصلا بيتكلم عن ايه؟ طبعا بيتكلم عن تينيجر اللي هما الايه المراهقين، need to، بيحتاجوا الى، بيحتاجوا ان هما ايه do، يعني هما يعملوا ايه حاجات محددة كده تخليهم يشعروا بالسعادة. يبقى certain بمعنى معين أو محدد، things أشياء معينة أو أشياء محددة اللي هي اتذكرت عندنا في الفقرة، to feel عشان يشعروا ايه happy بالسعادة. رقم اتنين، what do the underline words each other refers to، كلمة each other refers to بتشير الى ايه؟ طبعا بتشير الى الايه الناس، بتشير الى الناس، يبقى two people، two people الى الايه الى الناس. رقم تلاتة، in your opinion، opinion اللي هو الرأي، في رأيك، what's the best way، ايه افضل طريقة to be happy، ان انت تكون سعيد او happy teenager، مراهق سعيد. ايه الحاجات اللي ممكن او افضل طريقة تخليك ان انت مراهق سعيد؟ هنقول هنا ايه مثلا، هقول in my opinion، in my opinion يعني ايه في رأيي، the best way افضل بقى طريقة، the best way is افضل طريقة ان انا اكون مراهق سعيد، is بتكون to spend، to spend يعني ان انا اقضي my free time، ان انا اقضي وقت ايه، وقت فراغي، in a useful way، بطريقة ايه، بطريقة تكون مفيدة او في اشياء مفيدة. رقم أربعة، people should sleep، الناس يجب أن تنام hours a night، الناس بتنام كام ساعة في الليل، المفروض تنام كام ساعة في الليل، 5 6 8 4 طبعا 8. رقم خمسة، someone شخص ما، who lives in the city، اللي هو بيعيش في المدينة، can go to a، ممكن يذهب إلى إيه، to enjoy the nature، عشان يستمتع بالطبيعة. هيروح لفين؟ school هيروح للمدرسة، garage هيروح للجراج، ولا بريزن هيروح السجن، ولا بارك هيروح للمتنزه او الحديقه العامه، طبعا هيروح لبارك. رقم ستة، a grateful person، الشخص اللي هو شاكر او ممتن، is the one، بيكون ده الشخص هو نقط people، بيعمل ايه للناس، thanks يعني بيشكر الناس، hits يعني بيضرب، ولا protects يعني بيحمي الناس، ولا gives يعني يعطي، طبعا اللي هو بيشكر الناس، thanks people يشكر الناس. بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات بيقول لي هنا، I am a not teenager، انا مراهق ايه، but I often feel worried، لكن انا غالبا feel worried يعني اشعر بالايه بالقلق، about things تجاه الاشياء،
يبقى انا ايه مراهق ايه، لكن احيانا بشعر كده بالقلق تجاه الاشياء. يبقى سترينج انا مراهق غريب، ولا فورمال يعني دي اللي هو ايه بمعنى رسمي، نورمال يعني عادي، انفورمال يعني غير رسمي. انا مراهق عادي لكن غالبا اشعر بالقلق من بعض الاشياء. رقم 2 every day كل يوم I know a text الرسائل النصية from my friend من اصدقائي. I do ولا I take ولا I make ولا I get احصل على رسائل نصية اسمها ايه؟ اسمها I get texts يعني ايه احصل على رسائل ايه رسائل نصية. رقم 4 there are sharp rocks يوجد صخور ايه صخور حادة. تمام you have to have to بمعنى يجب ان بي ان تكون ايه carefully يعني بحذر، ولا careful حذر او حريص هنا الصفة، ولا carelessly يعني بإهمال، ولا quickly يعني بسرعة. لازم ان تكون ايه طبعا بعد verb to be على طول الصفة بتاعتي لازم ان تكون ايه be careful لازم ان تكون حذر. رقم 4 I often أنا غالبا أبيتر يعني أفضل تايم أفضل وقت. On holidays في الأجازة have a better time stay make give عايز أقول أنا بقضي وقت أفضل في الأجازات يبقى I have a better time. رقم 5 We all work and relax إحنا كلنا بنشتغل وبنسترخي different times اللي هي الأوقات الإيه الأوقات المختلفة عايز أقول بنستريح وبنشتغل في أوقات مختلفة اسمها relax أو اسمها of different times at different times on different times ولا for different times طبعا اسمها at different times في أوقات إيه أوقات مختلفة. بعد كده صفحة 80 والسؤال رقم 6 بيقول لي هنا إيه you should be يجب إن أنت تكون for the good things للأشياء الجيدة in your life في حياتك and continue continue يعني يستمر to work hard وتستمر في العمل بإيه hard يعني بجد. يجب أنت تكون إيه careful يعني حذر أو حريص، ولا هنا wasteful يعني مسرف أو مبذر، ولا grateful شاكر للأشياء الجيدة في حياتك، ولا helpful متعاون اسمها ايه grateful يعني شاكر للأشياء الجيدة في حياتك وتستمر في العمل بجد. رقم 7 the weather اللي هو الايه الطقس was very bad كان سيء جدا but they لكن هم ايه to play the match الطقس كان سيء جدا لكن هم استمروا في لعب المباراة finished يعني انهوا المباراة. تمام وبيقول طقس كان سيء وجايب هنا بطل التناقض ورغم ان الطقس كان سيء لكن هم على العكس بقى او على النقيض continued يعني هنا استمروا في المباراة ولا stayed بمعنى أقامة ولا gave يعني أعطى هم استمروا في المباراة رغم سوء الطقس. رقم 8 walk يمشي or you may miss the pass امشي ايه وإلا هنا أو يعني بمعنى أو you may miss the bus يعني أنت ربما miss يفوت يفوتك الإيه الأتوبيس هيفوتك الأتوبيس. يبقى تمشي إيه quick يعني سريع ولا fast يعني برضو سريع أو بسرعة، ولا slow يعني بطيء، ولا slowly ببطء. أنا كده اتفقنا إن خلاص أنا بوصف ووك اللي هو المشي او يمشي. يبقى عايزه ايه انا عايزه انا عايزه ايه انا عايزه ايه مستبعده الصفه يبقى كويك وسلو الاثنين مستبعدين فاست بسرعه وسلولي بطيء او ببطء. انا بقول لو انا امشي ايه امشي بسرعه عشان ما يفوتكش الاتوبيس ولا امشي بسرعه او هيفوتك الايه او امشي ببطء طبعا هقول له امشي بسرعه يبقى ووك فاست امشي بسرعه or you may او انت ربما miss the bus يفوتك الاتوبيس ما ينفعش اقول له امشي ببطء او هيفوتك الاتوبيس لازم اقول له امشي بايه بسرعه. رقم 9 he is a mood driver هو بيكون سواق ايه he drives very carelessly هو بيسوق باهمال بيسوق باهمال يبقى هو سواق ايه carefully carefully ده بمعنى بحذر ولا careful هنا معنى حذر أو حريص ولا careless اللي هو الإهمال ولا carelessly يعني بإهمال يبقى هو بيسوق بإيه يبقى هو بيكون سواق إيه he is not driver هو سواق إيه هو سواق مهمل يعني he is a careless driver سواق مهمل.
رقم 10 مستر عمر speaks English، بيتحدث اللغة الإنجليزية. يتحدث، أنا بوصف يتحدث. He helps his pupils، بيساعد التلاميذ بتوعه دول بيقدروا إن هم يتحسنوا. تمام، يبقى بيتحدث اللغة الإنجليزية. good يعني جيد، well بطريقة إيه؟ بطريقة جيدة. أنا بوصف الفعل بالظرف أو الحال. bad سيء، badly بشكل إيه؟ بشكل سيء أو بطريقة سيئة. طيب يبقى هو بيتحدث اللغة الإنجليزية بإيه؟ ده هو بيساعد التلاميذ ان هم يتحسنوا. يبقى هو بيتحدث اللغه الانجليزيه ويل بطريقه جيده، ما ينفعش اقول بادلي بشكل سيء، لان هم بيتحسنوا. جايب لي بعد كده السؤال رقم 1، ذا كات، القطه، از سيتنج ان ذا سان، بتجلس في الشمس. عايزه اوصف سيتنج، بتجلس، تجلس في الشمس. ليزي يعني اللي هو الكسول، عايزه اقول بكسل، انا عندي ليزي هنا بتنتهي بالواي، بحذف الواي وبضيف الاي وبعد كده ال واي، ليزلي يعني بكسل. رقم 2، she can answer all the questions، هي بتقدر تجاوب على كل الأسئلة. easy يعني سهل، عايزة أقول بسهولة، أنا عندي easy، أدي الصفة بتاعتي، بقلب الواي إلى اي وبضيف ال واي، easily بسهولة. رقم 3، they look at the broken vase، هما بينظروا الى الزهرية او الفازة اللي هي المكسورة. sad يعني حزين، عايزة اقول بحزن، ادي sad اللي هي حزين وبضيف لها ال واي عشان تكون بحزن. رقم 4، the man accepted the offer، accepted يعني قبل او وافق على، the offer اللي هو العرض، وافق على العرض. immediately، immediate يعني ايه؟ هنا مباشرة او على الفور، فورا او ايه؟ مباشرة. عايزة اقول هنا immediately يعني ايه؟ بطريقة مباشرة، immediately. بحذف الايه؟ بحذف هنا، بحط الايه وبضيف الايه؟ ال واي على طول، immediately اللي هو بطريقة إيه؟ مباشرة او على الفور. هنا بيقول لي what teenagers should do and what they shouldn't do، ماذا يجب على المراهقين فعله وماذا يجب عليهم عدم فعله، يعملوا ايه وما يعملوش ايه. ده متجاوب اصلا عندي في الكتاب، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيره جدا عن اهم الباراجرافات لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترم الاول.